السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل درس فراق، لقاء وفراق. نكمل الدرس لقاء وفراق. أجب، أنسر. من المرسل؟ أحمد. من المرسل إلي؟ جون. متى كان آخر لقاء؟ 2018، منذ عام. اكتب التاريخ هنا، 2018. الآن كيف هو الطقس في بلد جون؟ بارد، يعني cold. ما المشاعر التي يحملها أحمد إلى صديقه جون؟ اشتياق. Very happy he want to look out to see him. ثانيا هنا الآن الجملة الفعلية verb. مر رجل. This is verb. جملة فعلية. يمر رجل الآن. جملة فعلية. يمر فعل. verb يمر. ذهب الولد. ذهب verb فعل. يذهب الولد إلى المدرسة كل يوم. Every day the boy go to school every day. يذهب هي جملة فعلية. فعل verb. هنا أكتب جملة فعلية من إنشاك. You think and you write. What you want to write. يلا write. جملة فعلية فيها verb. يلا نكتب. ماذا نكتب؟ يلا أيوة. وهنا انتهينا من كتابة الجمل. أنا أريد أن أراها الجمل وأنتم تكتبوها. أتخيل إنني جون وأكتب رسالة قصيرة أرد فيها على رسالة أحمد. ماذا تكتب؟ I help you to write. صديقي العزيز أحمد، مر عام على آخر لقاء لنا. Again I read. مر عام على آخر لقاء لنا. في كل يوم أتذكرك. كانت صورتك مع أسرتك في ياس مول جميلة. أتمنى أن تكون أنت وأسرتك بخير. صديقك جون. صديقك جون. كتبت جون. هلأ لقاء وفراق. أكتب تكملة الدرس. قصة ستوري. أنا وصديقي. أعبر عن الرسوم بجمل مناسبة. I help you. I help all the class. لقاء. What is the two picture here? Look at the two picture. In Arabic, لقاء بين أحمد وجون. Meeting for أحمد وجون. You write this all in the copy book homework. In the copy book. And here, number two. ماذا نرى في هذه الصورتين؟ What you looking at two picture? أحمد وجون في الصف. In the class. أحمد وجون in the class. You write it. I help you. I write it here. The third. ماذا نرى في هذه الصورتين بين أحمد وجون؟ يلعب أحمد وجون. This is for sentence verb. يلعب verb. يلعب verb. Number four. فراق بين أحمد وجون. أحمد say to John bye bye bye. وهنا
ماذا نقول؟ جون يتذكر أحمد. جون يتذكر أحمد. جون remember his friend أحمد. And here ماذا؟ أحمد يتذكر جون. أحمد يتذكر جون. Number six. Seven. يكتب أحمد رسالة لجون. What he do it? أحمد write message for John. وهنا ماذا نرى في هذه الصورة؟ يتزلج جون على الجليد. يتزلج جون على الجليد. We make skating for the snow. بس أحمد يتزلج. نقلب الصفحة. أكتبه. أستخدم الجمل التي كتبتها في النشاط السابق لأكتب قصة قصيرة. You take all for the last page. You write it here in this page. And second, أحوط على استخدام أحرص على استخدام الجمل الإسمية والفعلية في كتابتي. Look at that sentences. You see four verbs and names. You write it here all. Okay. Now, أراجع ما كتب. Revision for what you write. أنا أراجع ما كتبت. Again. أعرضها على المعلم. You see the teacher. أكتب الحرف الناقص من الكلمات الآتية. ما هو الحرف الذي نريد أن نكتبه؟ نكتب حرف الواو. نكتب حرف الواو في كل كلمة. هنا واو. شو بتصير هاي؟ ولد. وهنا وحيد. وهنا واحد. وهنا وقت. ووقت تايم. أوكي؟ انتهينا. وإلى اللقاء في الدرس القادم in Sunday.